تمام، انا هعمل شير سكرين. تمام، شايفين ايه قدامكم دلوقتي؟ مقارنة ما بين الايدر جاتس والبدوري. ايوه، يبقى كده شايفين. تمام خلاص، يبقى الجزء الثاني اللي ان شاء الله هنبداه النهارده الريل جاتس، الغازات الحقيقيه. طيب ايه الفرق بقى؟ ما عشان قبل ما ابدا اشوف السلوك ده بيتكون ازاي، لازم الاول اعرف ايه الفرق بين الايديال جازس والريل جاز. احنا قلنا خاصيتين مهمين جدا في الايديال جاز لما ابتديت المحاضره اللي فاتت، ايه هما؟ ان الايديال جازس ايه؟ عندها فوليوم ولا ما عندهاش؟ عندهاش فوليوم. ايوه بتتحط، ايوه، لانها بتتحط في اي مكان بتاخد الفوليوم ايه بتاع المكان اللي موجوده فيه. الحاجه الثانيه في الايديال جازس ان هي ايه؟ مش قوه بالظبط، لان المسافات البينيه بين الجزيئات كبيره جدا، فبالتالي طالما المسافه كبيره فبالتالي مستحيل يكون في اتراكشن فورسز. الريل جاز بقى عكسهم تماما. يعني هنا انت قلت نو، هناك مفيش نو خالص. يبقى ليه بقى؟ يبقى الريل جاز عندها فوليوم وفيها اتراكشن فورسز، يبقى هو ده اللي بيفرق بين الايديال جاز والريل جاز، وبناء عليه تختلف القوانين. يعني القوانين اللي بتحكم الايديال جاز غير القوانين اللي بتحكم الريل جاز، لان انت بتقول لي في الاول انا ما عنديش فوليوم، ما عنديش اتراكشن فورسز، فاستنتجت القوانين بتاعه الايديال جاز على هذا الاساس. طب لما يجي بقى في الريل جاز يبقى فيه الحاجات دي، الفوليوم والاتراكشن فورسز، لا القوانين تختلف زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى لما نيجي نبدا كده الريل جاز نكتب الجدول ده على طول. يبقى اكتب لي عندك الجدول ده، المقارنه دي بين الايديال جازس والريل جاز. انت بس هتشيل كلمه نو في حاله الريل جاز، يبقى عندها فوليوم وعندها اتراكشن فورس. طيب اول حاجه ايه هي الكونديشنز اوف ديفيجن؟ عارفين يعني ايه ديفيجن؟ ديفيجن يعني ايه؟ يعني حيود. ما هو انا عشان انا دلوقتي عندي ايديال جاز، هو ده اللي موجود في الطبيعه في النتش، يعني انا اللي موجود حواليا دلوقتي الاكسجين اللي بنتنفسه والغازات اللي موجوده حوالينا كلها ايه؟ ايديال جازز. لما تيجي تتحول لريل جاز، ما هو بتتحول، يبقى ايه؟ يبقى ده اسمه حيود، حيود عن المسار الطبيعي، صح ولا غلط؟ لان انا في الطبيعه ايديال، لما تيجي ابقى ريل جاز يبقى ده مش طبيعي، يبقى ده اسمه حيود. طب ده بيتم عند انهي كونديشنز، او ايه الكونديشنز اللي بتحول لي الايديال جاز لريل جاز؟ الكونديشن اللي بتحول لي ايه؟ الايديال، نكتب كده، جاز لايه؟ لريل جاز. ايه هما؟ حاجتين، نمبر 1 الهاي بريشر، الضغط العالي، الهاي ايه؟ الهاي بريشر. نمبر 2 اللو تمبريتشر. يبقى في شرطين اساسيين يا شباب هم المسؤولين عن تحويل البيهيفير بتاعي من ايديال بيهيفير لريل بيهيفير، او من سلوك مثالي لسلوك حقيقي، من ايديال لريل. ايه هما؟ الهاي بريشر لما اتعرض الغاز لهاي بريشر، وايه؟ واللو تمبريتشر، ساعتها السلوك يتغير، ما بقاش ايديال جاز، بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ريل جاز. يبقى هي الكونديشنز نمبر 1، تاني الهاي ايه؟ الهاي بريشر، نمبر 2 اللو تمبريتشر، لان انت بتحط الجاز في كونديشن اكستريم كونديشن من البريشر والتمبريتشر، فبالتالي السلوك بتاعه ايه؟ بيتغير. يبقى طالما السلوك اتغير يبقى ده اسمه ريل بيهيفير او ريل جاز. يبقى تاني ايه هم الشرطين او الكونديشنز المسؤولين عن تحول الايديال جاز لريل جاز؟ عايز اسمع منكم. الهاي بريشر لما تعرضه لضغط عالي جدا، ولما تعرضه لايه؟ للو تمبريتشر، يعني بتعمل له عمليه كولينج، تبريد. طيب الشروط دي، الهاي بريشر واللو تمبريتشر، ايوه، هو دلوقتي التو كونديشنز لازم يبقوا متحققين مع بعض في نفس الوقت بالزبط. ولا ده او ايوه لا لازم يتحققوا مع بعض، الهاي بريشر واللو تمبريتشر مع بعض. اول ما يكونوا موجودين هما الاثنين مع بعض السلوك ساعتها هيتغير، يبقى ايه؟ يبقى ريل جاز. وهنشرح دلوقتي الهاي بريشر بيعمل ايه واللو تمبريتشر كميكانيزم وكده، كل حاجه هنشرحها بالتفصيل، بس احنا دلوقتي بنقول ايه؟ الكونديشنز بصفه عامه. خلاص، يبقى قلنا اول حاجه الديفرنس بتوين، او اهم الفروق بين الايديال والريل. هنا في الايديال جازس مفيش فوليوم، مفيش اتراكشن، عكسهم في الريل جاز. شفنا الكونديشنز اللي بتغير لي الايديال جاز او بتحوله لي من ايديال بيهيفير لريل بيهيفير، الهاي بريشر واللو تمبريتشر. عايزين بقى نشوف الهاي بريشر واللو تمبريتشر بيعملوا لي ايه في الجاز. ليه انا قلت هنا، ليه قلت في التيبل هنا الريل جاز ليه فوليوم وليه اتراكشن فورسز؟ ليه؟
ما هو علشان الكونديشنز دي اتحققت او الكونديشنز دي عملتها على الجهاز. طب ازاي يا دكتور؟ هنشوف مع بعض. الهاي بريشر يا شباب بيعمل لي حاجه، شوف كده التايتل ده اسمه ريزونز اوف ديفيجن، اسباب او مسببات الحيود، اسباب الحيود، الاسباب بقى يعني الكونديشنز دي سببت لي ايه؟ هنشوف. نمبر 1 حاجه اسمها معلش اكسكلودد. ايوه يا باشمهندس. هو لو عملنا هاي بريشر لازم يبقى هاي تمبريتر ولا ايه؟ يعني ثواني لحظه واحده، قول يا باشمهندس اتفضل. هو لو عملنا هاي بريشر ازاي يعني؟ ايوه، ما هو انت ازاي، ما انت دلوقتي لما بتيجي تشوف الهواء مثلا، الهواء فيه اكسجين، الاكسجين اللي في الهواء ده بياخدوه بيعملوا له عمليات ضغط وتبريد عشان يعملوا له عشان يعملوه في اسطوانات ويودوه المستشفيات، صح ولا غلط؟ صح. يعني الاكسجين اللي بيروح المستشفيات ده هو عباره عن ايه؟ هو اصلا عباره عن ايه؟ ايديال جاز دخل في عمليات لحد ما وصل للاسطوانه. اثناء العمليه دي اتحول سلوك الاوكسجين اللي في الهواء من ايديال لبقى في الاسطوانه بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ري. ايوه، يبقى ده مثال حقيقي ومثال عملي انت بتشوفه قدام عينيك، من غاز تحول من ايه لايه. يبقى انت لما تجيب الغاز تحطه تحت كونديشنز معينه، النيتروجين اللي في الهواء بيعملوا له عمليه اساله، شوف تخيل اساله بيضغط، يبقى انا عشان اعمل اساله لازم اعمل ايه؟ احوله ليكويد ستيت، يبقى لازم اضغطه جامد وبرده جامد قوي علشان ايه؟ احوله نيتروجين مثال، ودي بقى اشوف الزراعه سماد مش عارف ايه، اوظفه ابلكيشن. يعني الحاجات اللي احنا بنقولها دي مش خياليه، دي بتحصل في الصناعه في الاندستري، الكلام ده بيحصل. ان انت بتحول من ايديال بيهيفير، يبقى ايه الشروط اللي انا محتاجها؟ محتاج شرطين، محتاج سيستم فيه شرطين. ايه السيستم ده؟ بيوفر لي هاي بريشر وبيوفر لي عمليه تبريد لو تمبريتشر، صح ولا غلط؟ طيب تمام. هنشوف بقى العفو، هنشوف بقى الريزونز اوف ديفيجن. ما هو الريزونز دي سببها ايه؟ الكونديشنز. حاجه اسمها اكسكلودد فوليوم. نمبر 1 اكسكلودد فوليوم، يعني اكتب كده ترجمتها الحجم المستبعد. الحجم المستبعد. طيب مين اللي سبب لي الحجم المستبعد ده؟ هو الهاي بريشر. يعني الهاي بريشر ده هو سبب الحجم المستبعد، الاكسكلودد فوليوم. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده الفوليوم اللي انا كنت كاتبه لك في الاول في الجدول ده جاي نتيجه ايه؟ انا بقول هاف ايه؟ هاف فوليوم، يعني عنده فوليوم الريل جاز. طب جاي نتيجه ايه؟ انك ضغطته. هو يا جماعه لو انتوا بتضغطوا حاجه مش حجمها بيبان؟ يعني لو احنا مثلا 300 واحد اهو، رحنا فين؟ رحنا وقفنا في صحراء كبيره 300، وقفنا في مكان مفتوح اوبن، ده معناه ايه؟ حجمنا هيبان. وقفنا في مكان مفتوح، عايز انا بسالكم، حجمنا مش هيبان ان شاء الله، الف حجمنا مش هيبان. طب لو احنا نفسنا نفس العدد ده دخلنا في مدرج، حجمنا ايه؟ هيبان بالظبط. يبقى لما اضغط الحاجه ده، يبقى الهاي بريشر دايما بيعمل لي حاجه اسمها ايه؟ اكسكلودد فوليوم، بيعمل لي حجم. يبقى الحجم اللي انا كتبته بتاع الريل جاز جاي نتيجه ايه؟ الهاي بريشر. الهاي بريشر دايما بيخلي الحاجه انت بتضغطها فحجمها هيبان، صح ولا غلط؟ طب عايزين ده كده عرفنا الفوليوم. طب يعني ايه اكسكلودد؟ اكسكلودد يعني مين جدع يقول حجم المستبعد؟ مستبعد. انا مش عايز ترجمتها الحرفيه، انا عايز معناها بالنسبه للجاز ببساطه كده. عايزين نبسط على نفسنا، انا دلوقتي قاعد اهو يعني في الكليه في المعمل. المعمل ده لو انا هتحرك فيه، هتحرك ازاي؟ هتحرك في كل حته في المعمل ما عدا، ما انا واخد حيز من المعمل، ما هو انا طالما موجود في المعمل واخد حيز منه، يبقى انا لما اجي اتحرك هتحرك فين؟ في اي مكان في المعمل بس ما عدا الحجم اللي انا شغله. ايوه صح كده ولا مش صح؟ يعني انا واخد حيز، يبقى انا عمري ما هتحرك في الحجم بتاعي. يبقى الاكسكلودد فوليوم هو حجم الغاز نفسه اللي مش هتحرك فيه. يبقى انا قول تاني، انا دلوقتي موجود، نتكلم بالارقام، موجود في معمل، المعمل ده 10 لتر، نتكلم بالارقام عشان نفهم. انا حجمي 2 لتر، يبقى انا شاغل جوه قد ايه؟ يبقى انا لما اجي اتحرك هتحرك فين؟ في ال10 كلهم ولا اتحرك في ال8؟ 8 بالظبط، لان انا واخد حيز جوه المعمل، الحيز ده سي 2 لتر والمعمل كله 10 لتر، فاكيد مهما اتحركت ومهما اتشقلبت اخري هتحرك في ال8 لتر، صح ولا غلط؟ يبقى ايه هو الاكسكلود فوليوم؟ هو حجم الغاز نفسه اللي مش هتحرك فيه. يبقى لو الغاز، يبقى انا بقول ايه؟ الغاز بقى ليه فوليوم، وليكن
لتر اتنين، يبقى اللتر او الاتنين دول مش هينفع يتحرك فيهم، هو ده اسمه الاكسكلودد فوليوم. يبقى طالما في فوليوم يبقى بقى في حاجه اسمها اكسكلودد فوليوم، صح ولا غلط؟ ها نقولها تاني، ها الناس فهمتها كويس؟ ايه مش الجاز اساسا كومبريسبل؟ يعني الاتنين لتر دول ممكن يبقوا نص لتر؟ لا، ما هو انت في الاول وفي الاخر ايه، انت بتقول الفوليوم بتاع الغاز تحت الكونديشن دي قد كده، يبقى انا مش هتحرك فين في خلال الفوليوم ده. خلاص انت هو جنبيك ايه، انت قاعد مثلا في مكتب بتسمعني، قاعد على اللابتوب ومعاك مكتب وبتسمعني، فين الاكسكلودد فوليوم بالنسبه لك اللي انت مش هتتحرك فيه؟ هتتحرك في كل حته في الاوضه ما عدا ايه، الفوليوم اللي انت شغله. اي انا فاهم، فاهم الكونسبت بتاع الاكسكلودد فوليوم. انا بقصد ان هو اساسا يعني المعادله اللي حضرتك قلتها بتحس في فكره ان هو 10 ناقص 2 8، ما هو الاكسكلودد فوليوم دي مش حاجه ثابته. هو بس على حسب الكونديشن بالظبط، ما انا هقول لك كده. يعني انا هقول لك عند الكونديشن دي الفوليوم اتقاس بقى كذا، يعني انا هقول لك حجم الغاز عند سيرتن كونديشن ايكوال كذا، ما هو بتتغير، بتغير الكونديشن، صح ولا غلط؟ يعني هنثبت تمبريتشر وبريشر بالظبط. ايوه الله ينور عليك، بتختلف من حاله لحاله، صح؟ ما هو انت بص الكونديشن دي هي السر في اللعب. الكونديشن هاي بريشر ولو تمبريتشر يغيروا لك بيهيفير كامل. طب واقدر ارجعه الايديال جاي، يبقى هي كده، يبقى اللو بريشر العكس بقى، اللو بريشر والهاي تمبريتشر يرجعه لك ايه، ايديال جاز تاني. هي اللعبه في كده في الكونديشنز. فالكونديشنز دي هي السبب فين، في الفوليوم. وعند فوليوم يبقى الفوليوم ده 2 لتر، مين اللي متحكم فيه؟ الكونديشنز اللي انت مسلطها على الغاز. طيب نمبر 2 دكتور، اللو تمبريتشر. طب نقول اللو تمبريتشر ونشوف الاسئله كلها. اللو تمبريتشر هتعمل لي ايه؟ مين جدع يقول لي اللو تمبريتشر عملت لي ايه؟ اتراكشن فورس. اتحكم الوقت على الفورس، اتراكشن ايه، اتراكشن فورسز. ايوه جدع، انت دلوقتي اللو تمبريتشر سببت لي ايه؟ ما انا بقول ركز، ايه الفرق بين الكونديشنز والريزونز؟ الريزونز ايه؟ الاسباب اللي عملتها لي الكونديشن. الكونديشن ايه؟ كلمه كونديشن يعني ايه؟ يعني بريشر وتمبريتشر. بس لازم تركز مين الهاي ومين اللو، دي كلمه شروط كونديشنز. انما الريزونز الاسباب اللي حصل او الاسباب اللي عملتها لي ايه الكونديشنز دي، عملت لي حاجه حاجتين، اكسكلودد فوليوم واتراكشن فورسز. يبقى هم دول الحاجتين اللي انا قلت لك عليهم فين، في التيبل فوق. يبقى عرفنا دلوقتي ليه الاتراكشن فورس حصلت، عرفنا ليه الريل جاز عنده فوليوم علشان الكونديشنز اللي انا سلطتها عليه وحولته له من ايديال ايه لريل بيهافير. طب عايزين شويه نتكلم على ايه الاتراكشن دي ازاي بتحصل علشان ايه. هو كلنا عارفين حاجه اسمها ايه، كلنا عارفين حاجه اسمها ايه، ايه هو الكي ايه ده، الكاينتيك انرجي. مش كلنا نعرفها. انا ليه بتكلم على الكاينتيك انرجي، طاقه الحركه، ليه؟ علشان الغاز في حركه دائمه، الغاز دايما في حركه بخلاف الليكويد والسوليد، لانه ايه في مسافات فبيتحرك عادي ما فيهاش مشكله. بس لما اعرضه لو تمبريتشر الحركه دي بتقل ولا بتزيد؟ الكاينتيك ايوه اللو تمبريتشر ايوه اللو تمبريتشر بايه، بيقلل الكاينتيك انرجي. لما الكاينتيك انرجي تقل اوتوماتيك بيحصل ايه، الاتراكشن فورسز دي. يبقى الاتراكشن فورس هو مرايه لايه، لطاقه الحركه. كل ما كان بيتحرك ببطء كل ما كان ايه هيميل انه او هيفضل انه يعمل اتراكشن، صح ولا غلط؟ الاتراكشن فورس. يبقى عرفنا حاجات مهمه جدا او فروق مهمه جدا بين الايديال جاز والريل جاز، حاجات مهمه وكانش شفناها قبل كده، ان الايديال جاز ايه ملوش فوليوم وملوش اتراكشن فورس، عكسهم بالظبط في الريل جاز. وعرفنا ايه الكونديشنز اللي بتعمل لي الكلام ده، ايه هي؟ الهاي بريشر واللو تمبريتشر. طب الهاي بريشر واللو تمبريتشر سببوا لي ايه؟ الاكسكلودد فوليوم، وطبعا الهاي بريشر عملت لي فوليوم، وبناء عليه طالما في فوليوم يبقى في حاجه اسمها اكسكلودد فوليوم. اللو تمبريتشر عملت لي ايه؟ قللت لي الكاينتيك انرجي. لما طاقه الحركه تقل اوتوماتيك لازم يحصل ايه؟ الاتراكشن فورسز دي. خلاص يبقى عرفنا الفوليوم والاتراكشن فورسز جايين منين. اي اسئله؟ بعد اذنك يا دكتور ممكن اخر حته ثاني، اخر حته اللو تمبريتشر. ايه هي اللو تمبريتشر؟ لما تعرض الغاز اللو تمبريتشر ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل جوه الموليكول؟ ما هو انت بتقلل، ايه اللي بيحصل جوه؟ مش الموليكول ده فيه كاينتيك انرجي؟ ايوه الحركه بتقل. لما الحركه بتقل ايه اللي بيحصل؟ ما هو موليكول واحد بس في السيستم ولا ملايين الموليكولز؟ لما الحركه كلهم بتقل معاهم فايه اللي بيحصل؟
اتراكشن صح والغلط. انما لما الكينيتيك انرجي زيد ايوه زي ما كنا قلنا في الايدل جاز بيتحرك في كل حته ما فيهوش اي حاجه بتاثر عليه هو ده الايدل جاز ما فيهوش اي نوع من الاتراكشن. ليه؟ لان التمبريتشر اللي موجود فيها الايدل جاز ما بتسمحش بالاتراكشن فورسز فبيتحرك براحته. انما لما تتعمد ان انت تقلل درجه الحراره بيحصل الاتراكشن فورسز دي. خلاص دكتور معلش انا مش فاهم العلاقه ان لما يبقى ما فيهوش حركه يبقى بيحصل اتراكشن. انت هقول لك عليك انت اهو هل انت البيهيفير بتاعك في الصيف زي في الشتاء؟ لا في الشتاء تلاقيك بردان ودايما ايه همدان كده والحركه بتاعتك قليله صح ولا غلط؟ صح. هتلاقي نفسك مش اكتف زي الصيف صح؟ فتلاقي نفسك ما الحركة. فتخيل انت بقى عدد كبير جدا كده من الموليكولز الحركة بتاعتها قليلة وده حركته قليلة واللي كلهم جنب بعض فده اسمه ايه؟ attraction forces صح والغلط قوة تجاهل هيجذبوا بعض يعني؟ ايوه هيجذبوا بعض اسمها attraction forces ما قوة تجاذب. نشأة قوة تجاذب بتنشأ قوة تجاذب بين الجزيئات لما طاقة الحركة بتقل. خلاص عشان هي علشان سرعتهم بتقل بالظبط. ما هي الكينيتيك انرجي كده ما هي فيلوسيتي برضه لما السرعه بتقل فبيجبيله ان هم ينجذبوا لبعض فيبقى اتراكشن فورس. يبقى المهم فهمنا ايه ان في اتراكشن فورسز وفي اكسكلودد فوليوم مين اللي عملهم الهايبر. يبقى انا عايز اسمع منكم تاني بقى ايه هي الكونديشنز بتاعت الديفيجن شروط الديفيجن ايه هي الهاي بريشر وايه واللو تمبريتشر. طب ايه هي الريزون فور ديفيجن اسباب الحيود حاجتين ايه هما اكسكلودد فوليوم اكسكلودد فوليوم واتراكشن فورس واتراكشن فورس. اتفقنا تمام هنشوف بعد كده. بس سؤال بس ها اتفضل هو مش حضرتك لما تزود البريشر ده بيزود التصادم ما بين الجزيئات فده يزود الحراره يزود ايه؟ يزود الكوليجن ما بين الجزيئات فده يزود الحراره ولا ايه ده؟ فده يزود الحراره. برافو عليك صح صح الكونسبت صح. على فكره زميلكم بيتكلم صح انك لما تضغط الغاز في حيز ضيق درجه الحراره بتزيد. ما علشان كده انا لازم وده بيرد على الاسئله بتاعتكم كانت في الاول لازم يكون التو كونديشنز مع بعض. انا لو انا سبت الهاي بريشر لوحدها كده انا ما بعملش حاجه درجه الحراره هتزيد هيرجع ايديال تاني فلازم الحقه بعمليه كولينج عشان اتفادى الزياده في درجه الحراره دي. فده ياكد لك مفهوم انك لازم الاثنين يكونوا مع بعض الهاي بريشر واللو تمبريتشر. خلاص تمام شكرا تمام ماشي تمام. طيب هنيجي بقى خلاص انا عرفت الكونديشنز وعرفت الريزونز وعرفت المقارنه بين الايدل جاز والريل جاز. ازاي اعرف؟ ما هو انا ما بتكلمش في ارقام انا بتكلم في هاي ولو. ايش عرفني البريشر دي للغاز هي هاي ولا لو؟ يعني هل انت تقدر تعرف ان درجه حراره 100 مثلا ال100 دي بالنسبه لك انت كبيره بس انت تعرف بالنسبه للغاز ايه؟ انت ما تعرفش. قال لك بقى في حاجه اسمها ايه عشان اقدر احدد الغاز ده موجود ايدل ولا ريل جاز تحت الكونديشن معينه. قال لك في حاجه اسمها الكومبرسبيلتي فاكتور. ايه هي الكومبرسبيلتي فاكتور؟ معامل انضغاط معامل فاكتور اسمه الزد اسمه كومبرسبيلتي فاكتور رمزه زد. بيستخدم لتحديد ايه نوع الغاز. يعني ايه نوع الغاز؟ يعني يقدر يقول لك ده ايه ده ايديال جاز وايه ودير جاز. لان انت ما تقدرش تعرف بالارقام ان الجاز ده عند الارقام دي هاي او لو او ريل او ايديال ما تقدرش تعرف. فقال لك ايه الزد هي اللي هتحل المشكله هتجيب من الاخر. قال لك الفاكتور ده عباره عن ايه الزد نكتب كده ايكوال هي عباره عن بي في الفي على ان ار تي. ايه ده؟ ده هي معادله الايديال جاز بس عملتهم على بعض عملتها ريشيو بي في الفي على ان ار تي. خلاص قال لك الفاليو اللي هتطلع من هنا هي اللي هتقول لي الغاز اللي عندي ده ايديال جاز ولا ريل جاز. ازاي يا دكتور؟ هقول لك اهو. لو انت دلوقتي الفاليو دي اللي في الصندوق ده طلعت ب1 الزد طلعت ب1 ده معناه ايه؟ يعني ايه الريشيو دي تطلع ب1؟ معناه ان البسط بيساوي المقام يعني اللي فوق بيساوي اللي تحت بالظبط. يعني معناها ايه ب1؟ يعني البي في الفي ايكوال ايه ان ار تي. يبقى الغاز ده ايه؟ ها
ايوه بالظبط كده. يبقى انا لما اديك كونديشن معينه اقول لك بريشر كذا تمبريتشر كذا، انت لازم ما تقدرش تعرف، لازم تعوض في الزد الاول عشان تقدر تعرف ده ايديال ولا ريل. طب الريل بقى هيطلع ازاي؟ الريل بيهيفير اكيد اكيد لما الزد تطلع هاير ذان 1 او الزد تطلع ايه صح. لو الزد طلعت هاير ذان 1 يعني النسبه دي طلعت اكبر من واحد او واحد او 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 كونديشن تانية تطلع اقل من واحد، ده معناه ايه يا شباب؟ معناه ان البي في الفي ايه ها الريل جيس نوت ايكوال، اكيد اكيد نوت ايكوال ان ار تي، يبقى ده اسمه ايه ها ريل جيس. يبقى انا الكونديشن اللي انا بيبقى معايا معطيات انا هو ما اقدرش اعرف، لازم الاول اعوض في الزد واقدر اشوف البيهيفير اللي عندي او الجاز تحت الكونديشن دي ايديال جاز ولا ريل جاز. طيب امتى تكون يا شباب الزد اكبر من 1 وامتى تكون الزد اقل من 1؟ عارفين امتى؟ مش احنا خدنا تو كونديشنز للريل جاز؟ ايوه الهاي ولو. بص هاي هاي بريشر واللو، كلمه اكبر من 1 ايوه برافو عليك، كلمه اكبر من 1 سببها ايه؟ مين اللي ايوه نتيجه ايوه الهاي هاي بريشر. اقل من 1 نتيجه ايه؟ اللو تمبريتشر. ايوه بالظبط، عشان كده انا دايما اقول في الحته دي يعني حته كده عشان برضو يعني تسهل على نفسك في المذاكره، هاي يبقى اكبر من 1 لو يبقى اقل من 1. يبقى لما لما النتيجه تطلع معاك اوتوماتيك اقل، وطبعا هنفسرها دلوقتي انا بقول لك ابلعها كده دلوقتي عشان بس ايه تسهل على نفسك في الايه ما تنساهاش يعني. يبقى لما النتيجه تطلع معاك اكبر من 1 يبقى ده سببها الهاي بريشر على طول، لما النتيجه تطلع معاك اقل من 1 ده سببها اللو تمبريتشر، يبقى هاي اكبر ولو اقل. اتفقنا؟ طيب يبقى الكومبريسبيلتي فاكتور ده فايدته ايه؟ نطلع ثاني نشوف، هو عامل او معامل فاكتور ملوش يونت، يونتلس، هو عباره عن رقم فاليو، انت ما بتاخد ملوش يونت. الفاكتور ده يا جماعه ما بلوش يونت، ومش هو مش متغ... هو مش بارامتر عشان اشوف هو دايركت ولا انفرس لما حاجه، يعني ما حدش يقول لي لما البي بتزيد الزد تقل، ما فيش الكلام ده، او البي تزيد الزد تزيد، لا هو ده فاكتور. الفاكتور ده يا جماعه بيهمني الرقم بتاعه بس، يبقى الفاليو اللي هتطلع من الريشيو دي هي اللي ايه هتحكم البيهيفير ماشي ازاي. خلاص يبقى الكومبرسبيلتي فاكتور بيستخدم لتحديد نوع الغاز، والقانون بتاعه هو نفس قانون بس ريشيو بي في الفي على ان ار تي، لو الريشيو طلعت ب1 يبقى ايديال جاز، لو طلعت اكبر او اصغر من 1 يبقى ريل جاز. دكتور هو الكومبرسبيلتي فاكتور ده كونستانت فور اتش جاز؟ لا على حسب الكونديشن. ازاي كونستانت؟ لا طبعا يعني انا مثبت الكونديشنز كلها لنفس الجاز ده، فاللي هيبقى ثابت صح؟ بالظبط انا هيبقى ثابت وكل حاجه، بس ليه؟ هو هدف القانون اصلا ان انا اعرف سلوك الغاز تحت الكونديشنز المختلفه، مش قصدي ان انا اثبت لانك لو هيطلع عندك كذا فاليو طبعا، يعني لو مسكت الكربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون هتقدر تجيب، هيبقى عندك عند كونديشن معينه قيمه للزد، عند كونديشن ثانيه قيمه للزد، يعني عندك مليون قيمه بقى. لا طبعا انت الفاكتور ده بتستخدمه عند الكونديشنز المعينه، تقدر تشوف الغاز اللي عندك ده سلوكه ايه، لان انت ما تقدرش تعرف غير بقانون الزد. خلاص لان احنا قلنا القانون اللي بيحكم الايديال جاز، وبناء عليه عرفنا ان البي في الفي ايكوال ان ار تي، فهو الكومبرسبيلتي فاكتور بيلعب على كده، قال لك لما الريشيو دي لما تطلع ب1 يبقى انت ايديال، خلاص بخلاف ذلك يبقى ريل جاز. تمام. ممكن سؤال؟ اتفضل. طبعا هو مش هيقول اتفضل، هو مش هيقول ان لازم الشرطين يبقوا متحققين عشان يبقى ريل جاز؟ بالظبط ايه المشكله؟ ما هو انا هديك كونديشن، انت دلوقتي هو ايه مفهوم اللو تمبريتشر بالنسبه لك؟ انت بالنسبه لك اللو تمبريتشر ايه؟ ده انت لو في البرد هنا بالليل وصلت درجه الحراره 12 ده بالنسبه لك انت ايه؟ ده لو تمبريتشر. خلاص لو درجه الحراره ساعات توصل 70 مثلا، بالنسبه للغاز الجاز ما بيحسبهاش زيك، الجاز ممكن يتحط تحت شروط ان هو عند ال 70 دي لو تمبريتشر بالنسبه له، عشان كده هنتفاجئ ان في شروط انت عشان كده انت ما تقدرش تحكم بالارقام بمجرد النظر، لازم تعوض. انا لو اقدر احكم بالارقام بمجرد ما كانوش عملوا الكومبريسبيلتي فاكتور عشان كل جاز. قصده ان يعني ازاي لما الزد بقى اكبر من 1 يبقى هاي بريشر بس، ولازم يبقى الهاي بريشر واللو تمبريتشر مع بعض. ايوه انت بتشوف تاثير مش حكايه كده، هو ايه السبب الزد؟ بص هو الزد ده وظيفته انه يقول لك مش كام كونديشن متحقق، هو يقول لك ده ايديال ولا ريل. هنعرف كمان شويه من فاندر فالز ايكويشن ان الاثنين لازم يبقوا مع بعض،
يعني انت برضو ما فهمتش المعادله دي غرضها ايه. غرض المعادله دي ان هو بيقول لك بس سلوك الغاز بس ايدل ولا ريل بس خلاص. بس انا لو طلعت معايا زد اكبر من 1 يبقى دي افسرها ازاي زي ما هنشوف كمان شويه في فاندر فالس. تاثير الهاي بريشر يجب على اللو تمبريتشر بس مش اكتر ولا اقل. طب لو الزد طلعت بس الاثنين متحققين بس لو الزد طلعت لوور ذان 1 تاثير اللو تمبريتشر يجب على الهاي بريشر. فاهم الفكره؟ اه تمام فهمت حضرتك. بس الاثنين موجودين بس في تاثير مسيطر اكتر. فاهم؟ تمام خلاص فهمت تمام دكتور معلش ايوه مش عشان ملخبطني بس هو احنا لا ما حدش يقدر لما نقلل التمبريتشر دي حاجه تعلي قيمه الزد لو لا كله ما انا قلت لك قلت لك ايه يا باشمهندس ما تدرسهاش أيوة كده ده فاكتور مش بارامتر متغير اقدر اشوف ده دايركت ولا انفرس مع حاجه. لا ما تدرسهاش كده ده فاكتور باخده كفاليو بس يونت بس حتى سوري ملوش يونت يونتلس باخده كرقم بس ما اقدرش اقول دايركت مع البي وانفرس مع التي مفيش حاجه اسمها كده. الفاكتور ما بيدرس كده الفاكتور بيتاخد كفاليو بس خلاص. لسه متلخبط ولا فهمت؟ لا شكرا عايزين الناس كلها تفهم اهم حاجه خلاص. انا مش عايز انقل الا ما كله يكون فاهم فاهمها كويس. يبقى الريل جاز اخدنا مقارنته مع الايديال اخدنا الكونديشنز اخدنا الريزونز اخدنا ازاي احدد الايديال جاز والريل جاز من الزد فاليو. طيب مسألة دائما الحاجة بتثبت في دماغنا بمسائل. المسألة بتقول ايه؟ مديك كونديشنز معينة. حد كده يقرا ويحل المسألة معايا؟ مين اللي كان قاعد في قدام في المحاضرة بيجاوب معايا؟ فين هو؟ انا. طب حد يقرا ويحل بيقولوا ايه بقى؟ ان اتش ايه؟ اكمل ولا اكمل؟ احنا معانا ثلاثة كونديشنز. ممكن واحد يحل كونديشن بعد كده واحد تاني يحل التانية بعد كده واحد تاني يحل التالتة. يعني المسألة فيها ثلاث مطالب. يلا اتفضل اتفضل يا فندس. هو مديني ان التي ب 100 درجة سيلسيوس. لا اقريها اقريها واحدة واحدة كده بس عشان نفهم هو الفكرة ماشية ازاي. عشان التسرع في المسائل مش مستحب ان انا اخش على الارقام على طول. لازم اقرا المسألة كويس. تمام حاضر. يقولي Each of the following condition show by calculating the value of Z. أيوة. If the gas is real or ideal, and the reason of the deviation. لا وعايزني كمان أكتب كومنت اللي هو إيه سبب الحيود. لما 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 نعوض نشوف بقى. يعني هو عايزني أحسب نهايلايت كده عايزني أحسب Z وأحدد نوع الجاز والريزو. لازم أحدد كده هو طالب إيه عشان إيه أكون واخد بالي. ومدينا التمبريتشر ومدينا النمبر اوف مولز صريحه ومدينا الكونديشنز الاتيه 1 و2 و3 و4 سوري 1 و2 و3. هنكتب اول حاجه يبقى الانسر. هنحل كونديشن نمبر 1 هنحسب الزد. الزد بتساوي ايه؟ لو بي في على ان ار تي. تمام. البريشر بكام؟ البريشر بنص. انتوا واخدين بالكم من حاجه ان انا بعوض عادي ليه؟ عشان الجدول اللي احنا الجدول اللي انا قلت لكم عليه في المحاضره اللي فاتت في حاجات بتحب تشتغل مع حاجات نسينا الاتموسفير بيشتغل مع ايه. الاتموسفير بيشتغل مع اللتر مع اللتر عادي علي. وساعتها الار بكام؟ وساعتها الار ب 0.08. ايوه بالظبط تمام ممتاز. يبقى النمبر اوف مول بربع اهي فوق الار 0 بوينز. يبقى فهمنا ليه عوضت بالار كده ب 2 وتميم الالف ليه؟ علشان اليونتس عندي اتموسفير وليتر. طب التمبريشر بكام؟ اوعى إيه تاخدها كده 373 عشان زودنا ايه؟ 273 على 100. ده هيطلع بكام؟ انا فاكر يعني حليتها قبل كده كان 0.78. اتاكدوا برضه 0.78. يبقى الغاز تحت الكونديشنز دي ايه؟ يعني الغاز لما يتحط تحت بالظبط مع انه بالظبط هيبقى ريل خلاص. يبقى ما احسبهاش
ايوه بالظبط. يبقى هنا ايه اقل من ايه؟ طب يبقى ايه الريزون؟ ايه الريزون؟ ان هو لو تمبريتشر اللي هو يبقى اكشن اكشن اكشن. بصوا التريك بقى هنا ايه؟ برافو عليكم كلكم. انا قلت لك الكومنت عايز الكونديشن ولا عايز الريزون؟ الريزون فورس الريزون اوف ريزون. ايوه الاتراكشن فورسز. شفتوا بقى اللعبه فين؟ يبقى انا قلت لك اقل يبقى ايه؟ ها يبقى لو تمبريتشر. اللو تمبريتشر ده لازم هو انا عايز ايه؟ انا عايز كلمه اتراكشن فورسز. يبقى انت لما تيجي تحل سيستماتيك بطريقه منظمه هتقول اقل يبقى لو تمبريتشر. ولو تمبريتشر يعني ايه؟ بيسبب لي ايه؟ اتراكشن قوه تجاذب. ده الكومنت اللي انا عايزه اتراكشن فورسز. تمام. طيب يلا يا باشمهندس حل لي الكونديشن الثانيه نمبر 2. مش هنكتب بقى الكورونا هو قدامنا 0.766 في مين؟ في 10. اتاكد طبعا ان هم اتموسفير وليتر عشان الار. هنا 0.25 0.082. يلا لو جينا حسبناها هتطلع ب 1. يبقى ده ايه؟ ايدل. في الايدل جاز في كومنت بيتكتب ولا خلاص ايدل؟ هو مثالي. المثالي ده بنكتب عليه كومنت. هو كلمه الريزون اوف ديفيجن بكتبها فين؟ لو طلع معايا اكبر او اقل صح. تمام. تعال نشوف كده الكونديشن اللي بعد كده. مدينا البريشر بثلاثه والفوليوم باربعه اتموسفير وليتر. شوف اتعلم مني انا بركز على ايه علشان الحاجات دي مهمة. بركز على اليونتس بشوف الار مناسبة انهي فاليو ليها وهكذا. افتكر تاني 3 و 4 يبقى 3 في 4 صح ولا غلط؟ ايوه تمام. على كام؟ لما لاحظين الجزء اللي تحت ده هو 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 الجزء اللي تحت ما بيتغيرش. أيوة. اللي بيتغير بس 82,000 وايه 373 هتطلع كام؟ 1.56. يبقى ده ايه؟ يبقى طب ايه الريزون؟ هاي بريشر. ايوه اكسكلودد فوليوم. اكسكلودد فوليوم. ممتاز ممتاز. دكتور معلش حضرتك هتنزل السلايدز؟ هي دي مش يعني مش باوربوينت عشان انزلها. ده كتابه وانتوا بتكتبوا ورايا وانا بصبر لحد ما تكتبوا وكده كده هي ريكوردد يعني يعني ملهاش لازمه خالص. ممكن بس حاجات تطلع تاني مساله اخد سكرين عشان في حاجات ناقصه فيها ما كتبتهاش. تمام. حد يا جماعة ناقصوا أي حاجة لحد دلوقتي؟ إحنا عايزين نفهم مش أكتر ولا أقل. اللي عنده مشكلة في أي حاجة يقول لي. يبقى إحنا كل اللي خدناه لحد دلوقتي المقارنة والكونديشنز والريزون والزد. أيوة. هو حضرتك هو الآر مش بتتغير لو غيرنا التمبريتشر أو مثلا أي حاجة تانية؟ هي يونت. هي الآر دي كونستنت بيتغير يعني اليونتس بس هو كده كده إيه؟ آه هي يونتس اللي بتتغير. الليتر والاتموسفير لا ده زي ما قلنا في الجدول راجع المحاضره اللي فاتت وشوف احنا ازاي استنتجنا الار وعوضنا فيها ازاي. هتلاقي الليتر والاتموسفير بيشتغلوا مع 0.0. شكرا جدا يا دكتور. هنيجي بقى فاندر فيلز ايكويشن. فاندر فيلز ده العالم الوحيد اللي هنسمع عنه في الريل جاز. يعني احنا في الايدل جاز سمعنا عن اربع علماء. ايه هم؟ الاي والبي والسي والدي لو فاكرين. افوجادرو وويل وتشارلز ودالتون. ايوه العلماء كانوا كتير. انما العالم الوحيد اللي درس سلوك الريل جاز هو واحد بس اسمه فاندر فيلز. فهو ده اللي هيدرس سلوك. خلاص بقى يعني انا الغاز عندي تحت الكونديشنز دي البريشر والتمبريتشر دي الهاي بريشر واللو تمبريتشر بالتحديد. ايه القانون اللي انا طبقه؟ ما هو ستيل لسه عايز اجيب له فوليوم عايز اجيب له بريشر عايز اجيب له اي حاجه.
تحت الكونديشنز دي عايز اجيب له نمبر اوف مولز، عايز احسب له اي حاجه، يبقى لازم يكون في قانون اقدر احسب بيه صح ولا غلط. طيب فاندر فالز عمل ايه؟ فاندر فالز ايكويشن، فاندر فالز اخذ التاثيرين ودرس كل واحد على حده. ايه هما التاثيرين؟ تاثير الهاي بريشر وتاثير اللو تمبريتشر، وابتدى يدرس يشوف كل يشوف ايه الكوركشن اللي هيعمله عشان يستنتج المعادله. طب عايزين نبسط على نفسنا، نكتب فاندر فالز ايكويشن نمبر 1 افكت اوف هاي بريشر. افكت يعني تاثير الهاي بريشر. تاثير الهاي بريشر يعني ايه؟ فاكرين الزد؟ احنا قلنا في الهاي بريشر الزد بتبقى ايه؟ ها اكبر من اكبر ولا اقل؟ ايوه بتبقى اكبر من 1. ايوه برافو، الزد بتبقى اكبر من 1 عند الهاي بريشر. يبقى انا عايز اشوف، انا قلت لكم بلعوها في الاول كلمه اكبر يعني هاي، بس ده مش يعني اكيد يعني مش الدنيا مش كده يعني. انا احنا بلعناها في الاول عشان بس كانت في حتتها، كنت عايز نحل المساله ونقول الريزون، انما هنا لازم نفهمها طبعا ليه الهاي بريشر بيخلي الزد اكبر من 1. يبقى فاندر فالز ايكويشن هيوضح لنا الكلام ده. طيب هنرسم كونتينر، كونتينر كده بالطريقه دي، وفي مكبس فوق وفي هنا جاز سيستم اهو، في جاز. انا ليه رسمه بمكبس؟ علشان كمثال بسيط، يعني دايما في الحاجات اللي زي الهاي بريشر بنمثلها بمكبس، يعني انت لما تدوس على المكبس بتعمل هاي بريشر صح ولا غلط؟ انما الكلام ده في في في, في سيستم بيبقى مختلف طبعا اوتوميتد. طيب لما تيجي تشوف الهاي بريشر، الهاي بريشر يعني هنزل المكبس تحت ولا هرفع المكبس فوق؟ ها نزل تحت. ايوه بالظبط. يعني قصرت بهاي بريشر يعني نزلت المكبس ايه تحت لحد كده. طيب ايه اللي هيحصل هنا قبل السهم؟ قبل السهم الغاز عندي ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايديال. ليه؟ لان قبل السهم ما كانش لسه فيه هاي بريشر. طيب بعد السهم الغاز بقى ايه؟ تحت تاثير الهاي بريشر، يبقى اسمه ايه؟ طالما تحت تاثير الهاي بريشر يبقى اسمه ايه؟ اسمه ريل جاز. ريل صح ولا غلط؟ طيب هنا قبل السهم كنت اقدر اطبق ايه؟ P في ال V equal NRT لأنه ايدل. طب بعد السهم يبقى ايه؟ P في ال V not equal ايه؟ NRT. يبقى لازم اعمل correction تعديل في المعادلة عشان نخليهم يساووا بعض، مش كده ولا ايه رأيكم؟ طيب هنعمل ايه؟ بعد الضغط، بعد الضغط هنفرض ان الغاز متجمع في البالونة دي، ده فرض طبعا بس هو بيتحرك في كل حتة يعني، ده فرض خلاص بتجمع كده بعد الهاي بريشر، اتفقنا؟ وهنسمي الجزء ده هنسميه البي. يبقى البي ده هو عباره عن ايه؟ البي ده اسمه ايه؟ ها جزء ها انا بكتب اكسكلودد فوليوم. بالظبط، مش احنا عرفنا في الاول يعني اكسكلودد فوليوم؟ يعني هو الحاجه نفسها مش يعني هو هيتحرك في كل حته ما عدا الحجم بتاعه، لان احنا قلنا عند الهاي بريشر بقى ليه فوليوم، فبالتالي هيتحرك في كل الكونتينر ما عدا ايه؟ ما عدا الجزء اللي هو بيشغله صح. يعني معنى كده وضح لنا اكتر يا دكتور، يعني معنى كده ان الجزء اللي انا بعمله بالاخضر ده هو اللي ايه؟ هو اللي الغاز هيتحرك فيه صح؟ صح ولا غلط؟ ها تمام يا دكتور. ايوه انا عايز كل شويه تمام فاهمين علشان يبقى الدنيا اقدر ان انا ايه اكمل، لما بلاقي صمت كده يعني الدنيا ما بتبقاش كويسه. طيب يبقى الجزء اللي انا عامله في البالونه ده هو الاكسكلودد فوليوم اللي هو مش هيقدر يتحرك فيه، لان هو شغله جوه هيتحرك فيه ازاي؟ يبقى هو بالنسبه لنفسه مستبعد، يعني الحجم بتاعه مستبعد انه يتحرك فيه، هيتحرك في كل الحته المنطقه الخضراء دي بس ما عدا الجزء ده. طيب هنفرض ان الفوليوم بعد الضغط الكونتينر كله اسمه في ار، اسمه ايه؟ في ار يعني ايه؟ يعني نتيجه كلمه ار يعني ريل، يعني اختصار ريل خلاص، اختصار ريل سوري. يبقى الفي ار ده ايه؟ هو الحجم بعد الضغط. طيب يبقى الفوليوم اللي هيتحرك فيه الغاز هو عباره عن ايه؟ الجزء الاخضر ده مين يقدر يجيبه لي؟ الفوليوم ده هو عباره عن ايه؟ بيساوي
ال في ار ماينس ايه ماينس البي برافو صح يبقى هو ده الفوليوم افيلابل فور موشن هو ده الحجم المتاح للحركه يبقى الفي دي هي عباره عن ايه الفي دي ننزل كده بس هو الفوليوم افيلابل فور موشن الحجم المتاح ايه للحركه يبقى الحجم المتاح للحركه هو الجزء الاخضر بس والجزء الاخضر ده اجيبه منين ما انا قلت لك اهو هنفرض ان الفوليوم ده كله كل الكونتينر في ار لو هات ماينس منه البي يبقى هتجيب الجزء الاخضر وهو الفوليوم افيلبل فور موشن طيب انا كنت فارض في الاول كنت فارض ان انا ضاغط ان عدد مولات انا فارض بالتحديد ان انا ضاغط ان مول ان سوري 1 مول 1 مول طب افرض انا ضاغط ان مول 2 3 4 يبقى تيجي هنا في الايكويشن وتحط ايه ان بي لو ب1 هتبقى بي لو ب2 هتبقى 2 في بي صح ولا غلط يعني لو الان ب1 خلاص 1 في اي حاجه خلاص كانها مش موجوده طيب الفوليوم شوف بقى هنصوت دلوقتي الفوليوم ده اسمه ايه الفوليوم افيلبل فور موشن اسمه في اي والفوليوم هنا في الاول اسمه ايه اسمه في اي طيب احنا عشان ما نتلخبطش كلمه في اي هي الفوليوم افيلبل فور موشن عامه مش معناها اي يعني مش معناها ايديال احنا مش هنفسرها بايديال وكده احنا هنفسرها ايه هو الحجم المتاح للحركه في الاول الحجم المتاح للحركه كان عباره عن ايه الفوليوم اوف كونتينر لان احنا قلنا في الايديال جاز ملوش فوليوم فبالتالي الفوليوم لا بزود عليه حاجة ولا بماينس عليه حاجة كان هو V طب بعد ما سلطت الهاي بريشر هل الوضع هيبقى كما هو ولا لازم اعمل كوريكشن او تعديل في المعادلة ال V ايدل والفوليوم افيلبل فور موشن ما بقاش الكونتينر كله ده بقى فيه اكسكلودد فوليوم يبقى لازم اقول VR ماينس NB صح ولا غلط يبقى الفوليوم افيلبل فور موشن لازم يتعدل في المعادلة يبقى هنعمل ايه دلوقتي بص كده طبعا انا عايزك تبروز لي ده كده لان هو ده ايه التعديل بتاعنا هنروح معوضين ثواني بس لحظه واحده هنروح معوضين بالفي ايديال فين في المعادله بتاعت ايه عشان نعمل تعديل صح ولا غلط يبقى بي في ار ماينس ان بي ما بعملش حاجه شلت الفوليوم اي في المعادله بتاعت الايديال جاز وحطيت مكانها الفي ار ماينس ان بي بتساوي ان ار تي بس ده التعديل اللي انا عملته طب تعالى بص كده معايا تعالى ندخل البي دي جوه بص انا الكلام ده كله ايه هنا خلاص دور الفهم انتهى كل اللي انا هكتبه دلوقتي ماس كله رياضه ما فيهوش اي علاقه باي حاجه طب انا بس عايز اخلص الجزء ده عشان اخد اسئلتكم مره واحده لان هو مرتبط ببعضه خلاص يعني انا ساعات لما الاقي الاسئله مثلا هتخلي الحته دي بايخه شويه لا اوقف الاسئله لما اخلص الحته دي واخد الاسئله في الاخر لان ممكن حاجه انت كنت بتسال عليها تبان وانا بشرح تمام هندخل البي دي جوه خلاص يبقى ايه يلا حد يشتغل معايا يبقى ايه ماينس بي ار ماينس بي ان بي ايوه ايكوال ايه ان ار تي ان ار تي ان ار تي حلو انا قلت ده كله ايه من اول المعادله دي وكله بقى ماس طيب هنقسم المعادله دي كلها على ان ار تي مين شاطر وجدع يقول لي ليه هنقسم المعادله دي كلها على ان ار تي عشان نطير الان عشان دي حاله الايديال في الاخر بي دي على ان ار تي حاله الايديال حاله الايديال في الاول لا مش انت في حد يعني عشان يطلع لي في الاخر البي في بي على ان ار تي عشان اجيب الزد صح برافو مين اللي قال لي طير الان انا جدع هي مهم الصح اصلا يبقى البي في البي على ان ار تي انا بقسم على ان ار تي كل المعادله ماينس على ايه طبعا الان هتكنسل الان بيساوي ايه 1 طب ده بيفكرنا بايه بالايدل جاي ايوه لا مش الايدل بيفكرنا بالزد خلاص يبقى الزد بتساوي ايه ايه رايكم نودي كل الكلام ده الناحيه الثانيه هيبقى يروح بعكس ايه عكس الساين هنا نيجاتيف هتبقى تروح بالبوزيتيف يبقى 1 بلس ايه البي على الار تي يبقى طالما 1 بلس يبقى الزد مالها
تبقى اكبر من 1. فهمنا بقى الدنيا بقى. يبقى في الهاي بريشر الزد اكبر من 1. ايوه نتيجه الهاي بريشر يبقى الزد اكبر من 1 نتيجه. وخلي بالكم انا كنت قلت المره اللي فاتت في المحاضره ان اللي احنا الامتحان بيبقى مسائل وبتاع البروفز مش علينا. انا عايز اقولي في الحته دي يعني عشان ما يبقاش الدنيا متلخبطه وقلت كلام متفهم غلط. هو البروفز مش علينا بس انا ممكن اسالك فيها. بمعنى ايه؟ ان ما حدش يقول لي ده بروف اهمله الامتحان كده كده ام سي كيو. لا هقول لك في حاله الهاي بريشر الزد ايكوال 1 بلس لازم تتحفظ. لو انت يعني مش تتحفظ تحفظها من غير فهم، لا تبقى عارف جت منين عشان لما تيجي تسال فيها تبقى عارف ان 1 يعني الزد اكبر من 1 بمقدار قد ايه. البي بي على الار تي لازم تعرف مقدار الزياده عن ال1 جاي نتيجه ايه. يبقى لما اجي اقول لك ات الهاي بريشر الزد ايكوال 1 بلس كذا ولا 1 ماينس كذا، فانا بقول ليه كده علشان يبقى مركزين البروفز. ما يعني الامتحان طبيعته ما بيبقاش فيه بروف، مش هقول لك بروف بس ممكن اسالك فيه. اتفقنا؟ يبقى نقول تاني كتبنا الاول الحته دي. انا يهمني الكلام ده يكون مكتوب عندك، اي حاجه بعد كده تبقى سهله. دكتور نسال في حاجه دي؟ ايه ممكن بس أسأل. طبعا اساله دلوقتي اللي عايز يسال. دكتور هو الان دي عدد المولات اللي احنا ضربناها في البي؟ ايوه طبعا عدد المولات. يعني انا لو انا ضغط نص مول غير لما اضغط 2 مول غير لما اضغط، انا عارف انا حاطط قد ايه. طب يعني قصدي احنا حطينا ليه؟ ما احنا قايلين ان الحجم الفي اي هيساوي الفي ار ناقص البي، يعني البي هي ذات نفسها الفوليوم. ما هي البي ديت هي انا فرض ان انا ضغط 1 مول، انا فارض كده في الاول، بس لو عندي اكتر من مول انا ضغطه الحجوم بتختلف. مش اخدنا افوجادرو كمان، هو افوجادرو في الايديال بس الكونسبت بتاعه موجود ان الفي دايركت مع الان، فما يقدرش. طالما انا الفوليوم بعمله تعديل يبقى لازم النمبر اوف مول، يعني انا بضغط كام مول. لما يكون عندي 10 مول 20 مول بضغطهم لان بتارجت يعني كميات معينه. يعني انا دلوقتي عايز اعمل كميه او صفقه يعني او حاجه كبيره من اسطوانات الاكسجين او حاجات كبيره، مش هعمل 1 مول اكيد يعني. فالكلام ده يبقى لازم اشوف انا ضغط يعني نص مول 2 مول يبقى لازم اضربها في البي عشان اجيب الحجم المستبعد الحقيقي. صح ولا غلط؟ يعني هو مش حجم مستبعد واحد بس، ده بيعتمد على النمبر اوف مول اللي انا ضغط. ايوه بالظبط. شكرا جدا. يعني لو اعرف الحجم بتاعه نفسه ما اضربوش عدد المولات. لا هو لازم عدد المولات. ما هو انت البي دي البي هي كونستانت، معروف ان ال1 مول من الجاز ده عند كونديشن معينه الاكسكلودد فوليوم بتاعه كذا. طب انا قلت لك انا عندي 3 مول، يبقى اكيد الاكسكلودد فوليوم بتاعه ما يختلف، يبقى 3 في قيمه البي اللي هي عند ال1 مول. يعني لما يقول لي اكسكلودد فوليوم يبقى دي بتاعت مول واحد فاضربها في. ايوه بالظبط البي دي. صح برافو عليك. ده لما نيجي نحل المساله هتشوف كده، يعني لما ادي لك البي في المساله تعرف ان دي لل1 مول. تمام متقاس عند ال1 مول في حاله الاي ايه البي بصفر. ايوه يا جدع برافو. مفيش بي بقى، مفيش، لان مفيش اكسكلودد فوليوم. ولو عوضت في القانون النهائي هلاقي ان الزد هتساوي 1 فعلا. جدع كده انت جبت جدع برافو عليك يا باشمهندس، انت كده بتعرف تلخص حلو قوي. يعني هو بص كده في اللي انا كاتبه عارف يطلع منه ايه، وده الطالب الناصح يعني اللي يعرف انا عايز ايه من الحته دي. يعني شفت زميلك قال ايه؟ زميلك قال ان الفي هنا الفي ار ماينس ان بي، يبقى طب في حاله الايديال البي بزيرو، لان كده كده في حاله الايديال جاز الفوليوم بس، هو الفوليوم اوف كونتينر مفيش فيه بي خالص. وقال لك لو اديتها لك في المساله يبقى دي الفوليوم بتاعه ال1 مول، وقال لك لو كملت الاثبات هجيب الزد اكبر من 1. زود على كده انك لازم تعرف مقدار الزياده ده قد ايه، بي بي على ار تي. خلاص الدنيا تمام. مش عايز حد يا جماعه قاعد متنح، يا ريت الناس تبقى اكتف معايا. احنا ما بنقولش حاجه، بنقول ان الغاز بعد الهاي بريشر بقى ليه فوليوم، عملنا له تعديل عشان نجيب الفوليوم الحقيقي اللي بيتحرك فيه. فقلنا الفوليوم الحقيقي هو الفي ار الكونتينر ماينس البي، ادانا الجزء الاخضر ده اللي هو ده. وعملنا قلنا الفي هو ايه الجزء الاخضر، هو في ار، هو فوليوم افيلبل فورموشن، فعدلنا الفوليوم هنا خلاص وعوضنا بيه في قانون الايديال جاز. وبعد كده بعد ما عوضنا فيه وصلنا للزد اكبر من 1. دكتور يعني بس أيه. واحنا بعد ما عدلنا الفوليوم يعني ليه عوضنا في قانون الايديال جاز رغم ان هو انت مش انت ايديال جاز؟ هو كده الغاز ده اصلا انت جايبه كان ايديال جاز صح؟
يعني قبل السهم الغاز كان بتطبق عليه المعادلة دي. هو نفس الغاز ده انت بتحطه تحت شروط معينة فنفس القانون معاك، بس ايه بتعمل له تعديل عشان تقول بيساوي بعض. يعني انت شوف هنا الفرق كنت بتقول ايه، ان هنا نوت ايكوال، طب عشان اخليهم ايكوال هنا ايكوال يبقى لازم اعمل التعديل ده اللي انا عامله وبعمل عليها. ايوه انا قصدي ليه تضينا نخليهم ايكوال، يعني ليه عشان اخليه ايكوال؟ ممكن عشان اجيب القانون، لا عشان اجيب القانون ايه المعادله، لا ازاي، ما هو لازم يكون ده بيهيفير سلوك يبقى لازم القانون يحكمه صح ولا غلط، يبقى لازم اجيب القانون اللي بيحكم الغاز في الشروط دي. ازاي بقى؟ امال هتجيب الزد ده المفروض لما انا كملت الاثبات بقى وفهمت ان الزد اكبر من 1 المفروض تبقى تفهم اكتر ان الكوركشن ده بيعمل لك الزد اكبر من 1 التعديل ده، يبقى ده تعديل الهاي بريشر. يبقى في الاول ده كان ايديال جاز بيتبع قانون بي في الفيكول ان ار تي، انما لما جيت سلطت عليه كونديشنز معينه اللي بتحوله الريل جاز من الهاي بريشر بالتحديد في الحاله اللي احنا بندرسها، لقيت ايه؟ لازم اعمل تعديل للفوليوم صح ولا غلط؟ ايوه تمام شكرا. يعني يا دكتور البي دي ستاندرد لغاز معين؟ مول. لا لكل بالظبط كل غاز ليه بي معينه طبعا، بس عند ايه ال1 مول. اوكي تمام شكرا. لا ايوه هو الفرق بس بين البي اي والبي ار، الفرق بين بي اي وبي ار بص هو فوليوم بص يا باشمهندس هو كده كده ايه الفي اي ده إيه؟ هو الفوليوم انسى بص انا هنا الفي اي هو معناها الفوليوم افيلبل فور موشن مش معناها ايديال جاز، هنا الفي اي بس انا كتبتها اي علشان تبقى اعرف اقول لك ان احنا هنعوض في الفي اي هنا، بس هو في الاول وفي الاخر ايه يعني لو دير شويه رموز اي وار والكلام ده، يعني انا ممكن في يعني ممكن اكتبها لك اكسبيرمنتال واكتشوال يعني ما فيهاش حاجه، دي احنا اللي عاملينها. هو ينفع في الاثنين عادي يعني هو ينفع بالظبط يعني هو انا بالنسبه لي هو فوليوم افيلبل فور موشن يعني ما فيهاش حاجه، يعني لو انا ما كتبتش هنا خالص اي يبقى فوليوم برضو فوليوم افيلبل فور موشن وهنا فوليوم افيلبل فور موشن، فبتعوض مكان الفوليوم بالقيمه الحقيقيه بتاعته لان هو في الاول كان بيتحرك في الكونتينر، هل دلوقتي يتحرك في كل كونتينر؟ مستحيل طبعا مستحيل، ده انت ضغط المكبس لتحت يبقى ازاي، يبقى عايز تجيب الحجم الحقيقي للحركه، يبقى هنا ده الحجم الحقيقي للحركه ال VR ماينس ايه ماينس ال NB، وعملت التعديل لحد ما وصلنا للزد. كل ده احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نشوف الزد قيمتها اكبر من 1 بقد ايه بال PB على RT، مهمه جدا دي، وعشان نجيب فاندر فالز ايكويشن في الاخر. يعني احنا لحد دلوقتي احنا وصلنا لحد نص فاندر فالز تاثير الهاي بريشر، لسه فاضل مين لو انتوا شاطرين؟ تاثير اللو تمبريتشر، هو ده اللي هنقوله، بس عايز اتاكد ان الجزء ده مفيش فيه اسئله. ها يا شباب طيب نخش على تاثير اللو تمبريتشر وكده يبقى خلصنا فاندر فالز ايكويشن. طيب تعال نشوف مع بعض تاثير اللو تمبريتشر. في تاثير اللو تمبريتشر يعني مش هنرسم بقى كونتينر زي الكونتينر اللي احنا راسمينه فوق ده، هنرسم كونتينر بالطريقه دي لان انا كنت فوق بدرس حاجه معينه، بدرس البريشر فحطينا مكبس وكده، انما هنا لا ده كلوزد سيستم عادي مش لازم، يعني مش هنا مش هبين الهاي بريشر فمش لازم بيستون مش لازم مكبس يعني، ونحط سيستم قبل السهم وسيستم بعد السهم نفس الكونتينر خلاص ونشوف ايه التغيير اللي حصل. تعال نشوف كده، هنشوف نفرض ان هنا عندنا الموليكولز دي جوه الكونتينر ده في حاله الايديال كونديشن، يعني كل واحد بيتحرك بحريه مفيش اي حاجه طالما ما اثرتش بحاجه تمام. يعني ايه؟ يعني ال P في ال V equal ايه؟ N R T. كلام جميل. تعالى اعمل low temperature على الكونتينر اللي قبل السهم ده. ايه اللي هيحصل؟ المولكيولز مش هتبقى كده خالص.
يعني الموليكولز هنا بتتحرك في كل حته بحريه. الموليكولز هنا هتبقى عامله ازاي؟ طبعا انا هاخد اتنين بس همثلها لكم كده ايه بمثال بسيط. هعملها لكم ايه لينك كده بين تو موليكولز وسهمين قصاد بعض. ده بتاع ايه؟ يعني ايه؟ يعني الموليكولز هتحصل لها اتراكشن فورسز. ايوه هتحصل لها اتراكشن. يبقى الحاله هنا بعد السهم خلاص. والباقي طبعا نفس الكلام يعني عشان بس رسم بص. فانا ايه انا اكتفيت برسم الاثنين دول التو موليكولز دول. والحاله هنا بعد السهم يبقى ايه ريل. يبقى ايه البي في الفي نوت ايكوال ان ار تي. يبقى لازم تعديل زي ما عملنا فوق. فوق عدلنا في الفوليوم. طب هنا هنعدل في ايه؟ مين جدع يقول لي هنا ايه اللي اتغير؟ تمبريتشر. ما هو التمبريتشر بس ايه اللي اتغير؟ ايه اللي انا محتاج اعمل له تعديل؟ المسافات البينيه ما بين الجزيئات. الناس الشاطره الفوليوم. الفوليوم لا الفوليوم ده احنا قلناه في الاول. احنا قلنا مين اللي بيأثر في الفوليوم؟ ان انا اضغط الكثافه عدد الملات المسافات البينيه ما بين الجزيئات. بص 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 في حاجه انتوا ناسينها جدا. ويعني انا هقول لا الزن كده كده متغير في الحالتين. الار بص هي التي نفسها يا دكتور محتاج عدلها. انا هقول لكم على حاجه. انتوا قلتوا قلتوا كل حاجه ما عدا حاجه واحده بس. البريشر. البريشر بصوا بقى هو يا باشمهندسين احنا قلنا ايه البريشر اصلا؟ هو تصادم ايه؟ تصادم جزيئات الغاز مع جدار الاناء. ايوه مع الحيطه. برافو عليك جدع. يبقى ايه تصادم جزيئات الغاز مع ايه؟ مع جدار الاناء. يبقى هنا هل مقدار التصادم في الكونتينر قبل السهم زي مقدار التصادم بعد السهم؟ لا. لا طبعا. لا. مين جدع يقول لي مين اعلى ومين اقل؟ الاعلى الايديال. ايوه يبقى الماكسيمم فاليو للبريشر هي في حاله الايديال ولا الريل؟ الايديال. بالظبط. يبقى الايديال يا جماعه في اي غاز في البريشر هو الماكسيمم فاليو بتاعته. يبقى هنا البريشر هو اعلى. نعملها كده سهم اعلى والبي هنقول عليها ار لان انا مسلط له تمبريتشر. هتكون اقل طبعا بارقام بس احنا بنتكلم يعني ايه بسهومه عشان ايه يعني الدنيا تبقى واضحه. طب مين جدع يقول لي ليه؟ علشان بسرعه علشان بقى في اتراكشن. فهل ايوه مقدار الطاقه او مقدار القوه اللي انا هخبط بيها في جدار الكونتينر نفس مقدار الطاقه هنا؟ لا طبعا. ليه؟ لان الموليكول ده جزء من الطاقه بتاعته مفقود في الاتراكشن فورس مع زمايله. صح ولا غلط؟ مش كده ولا ايه رايكم؟ ايوه. يبقى ما هي طاقه. انا دلوقتي عندي طاقه هي يا اروح اخبط بيها كلها يا هعمل ايه جزء منها مش كلها طبعا. لان لو هو عمل اتراكشن فورس بكل الطاقه بتاعته يبقى انا كده بتكلم انه تحول ليكويد ستيت. لا هو ستيل غاز بس ايه بس في جزء من الطاقه بتاعته مفقود في الاتراكشن فورسز مع زمايله. يبقى لما عارف بقى زي بايه امثلها بالبلدي كده واحد راح يخبط يجري راح يخبط في الحيطه رحت انا شده من قفاه. فهل مقدار الخبطه في الحيطه يبقى زي ما هو كان هيخبط مع نفسه؟ لا طبعا لان انا شديته هو كده موليكول جاي يخبط لقى واحد تاني بيشده خد تعال انت رايح فين ده انا عايز جزء من الطاقه بتاعتك ده احنا في الجو برد لازم ايه ندفي بعض. صح ولا غلط؟ ما اللو تمبريتشر كده خد تعال انت رايح فين ده ايه يا عم درجه الحراره الاول ممكن بردك عشان التمبريتشر اصلا نفسها قلت بالظبط. ايوه ايوه ببطء. ما هو كده ما هو كل اللي انا ما هو ده هو ده اللو تمبريتشر كل ده تفسير الاتراكشن فورس. فلما تتحرك ما هو ده هي ايه هو ايه اتراكشن ده فيزيكال مينينج ان جزء من الطاقه بتاعه الموليكولز راحت لبقيه الجزيئات الثانيه نتيجه okay. اللو تمبريتشر تمام. يبقى هنا طالما الكاينتيك انرجي قلت يبقى البريشر هيقل. يبقى احنا دلوقتي يا باشمهندسين محتاجين نعمل تعديل في ايه الخلاصه؟ خلاصه الكلام ده ان احنا محتاجين نعمل تعديل في البريشر هنا البي اي. وعرفنا مهم جدا ان الماكسيمم فاليو للبريشر في اي غاز هو الايديال ولا الريل؟ ايديال. دايما 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 البي اي هو اكبر من دايما لان ده ما فيهوش قيود. ملوش قيود يعني بيتحرك بحريه فالكوليجن بتاعه هي الماكسيمم. خلاص طيب مين جه يقول التعديل هيبقى ايه؟ احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نشيل البي اي هنا
ونحط مكانها القيمه بتاعتها. يبقى نشوف البي اي بتساوي ايه؟ بتساوي ايه؟ البي اي هي الماكسيمم فاليو، فهي بتساوي ايه؟ البي ار بلس البي داش، الجزء المفقود من الاتراكشن فورسز. بمثل نقول بالارقام، وليكن الايديال جاز بيعمل الماكسيمم فاليو بتاعته في الحاله دي كانت 10 اتموسفير بالارقام اهو. لقيت بعد ما سلطت اللو تمبريتشر بقى 6 اي تي ام 6 اتموسفير، يبقى الجزء المفقود كام؟ 4 صح؟ يعني الجزء المفقود من ال10 وال6 بين هو 4 4 اي اتموسفير، يعني بريشر برضو. يعني الفقد في الاثنين بيسمع في صوره ايه؟ بريشر. فهنفرض ان هو بي داش، خلاص يبقى البي داش ده هو الجزء المفقود. طيب يبقى البي ايديال ايكوال البي ار بلس الجزء المفقود ده بيساوي ايه؟ نكتب كده اي ان سكوير على الفي سكوير. الاي ان سكوير على الفي سكوير دي ليها اثبات، بس يعني مش هنتطرق له خالص كده، احنا دخلنا في الفيزيكس ومولر دينستي وحاجات كده، احنا مش هنتكلم في الاثبات بتاعه. احنا بس يهمنا ان البي داش او الجزء المفقود ده ايكوال قد ايه، او بيعبر عن ايه، هو اي ان سكوير على الفي سكوير. الحاجه اللي هنا عايزك تعرفها ايه هي الاي دي، يعني ايه الاي؟ هي كونستانت ديو تو ايه؟ الاتراكشن فورسز، يعني نتيجه او سببها ايه؟ يعني الاي دي موجوده ليه اصلا في القانون؟ بسبب وجود اتراكشن فورسز. خلاص اتراكشن فورسز بمعنى ايه كده؟ طب يا دكتور هو ايه يعني ايه؟ يعني معنى كده ان كل غاز ليه ايه معينه. اه طبعا، يعني الاتراكشن فورس دي ليها قيمه، ما هو بالارقام. يعني بقول لك اتراكشن فورس ليها ايه؟ ليها، يبقى السهم اللي انا عامله قصاد بعض والخط اللي انا عامله بتوين التو موليكولز دول هو ايه؟ ليه ايه معينه. طيب هل الايه بتاعه الاكسجين زي الايه بتاعه ثاني اكسيد الكربون زي الايه بتاعه النيتروجين زي الايه بتاعه اي؟ طبعا كل غاز ليه الايه بتاعته، لان كل غاز بيعمل اتراكشن مختلف عن الغاز الثاني لما تحطه عند لو تمبريتشر. فعلشان كده الايه دي هي ايه؟ بتعبر عن مقدار الاتراكشن فورسز. اللي عشان كده دي اهم حته في البي داش. يعني البي داش انا قلت لك بيساوي ايه؟ ليه اثبات ايه ان سكوير على في سكوير، هو عباره عن ايه؟ الجزء المفقود. طب الجزء المفقود ده ليه ايه؟ او قانونه ايه؟ ايه ان سكوير على في سكوير. طب ايه هي الايه؟ هو كونستانت ديو تو الاتراكشن فورسز، فهو سبب الفقد، هو سبب الاربعه اللي نقصت دي، الايه اللي حصلت دي هو السبب الاساسي ان الايه تنقص. خلاص يلا نكتب الكلام ده عشان مهم، كلام بسيط ملوش اي مشاكل، ممكن نفهمه بكذا طريقه. ما بالظبط؟ ايوه البي ار، بتاعه الريل بيهافير، بتاعه الريل جاز. ما احنا قلنا الار دي الريل. تمام. شوف هو دكتور معنى كده ان انا لو عندي تو جازز الاي بتاعه الجاز الاكبر كده يبقى الاتراكشن فورس بتاعته اكبر. ايوه جدع أكبر. جدع، برافو عليك برافو عليك برافو عليك. ان كل ما الاي زادت كل ما الديفيجن زاد، صح كفاليو بالظبط. يعني كل ما الاي زادت كل ما الديفيجن او الحيود او ميله انه يبقى ريل جاز زاد. برافو عليك. طيب عايزين بقى نشوف بقى، احنا خلاص كل الفهم خلص، الباقي كله ايه؟ زي ما قلنا الباقي كله ماس، مفيش اي حاجه. يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنشيل البي اي ونحط مكانها ايه؟ الكوريكشن تيرم بتاعها. دكتور طب اعمل الجزء ده واسمعكم زي ما عملنا المره اللي فاتت، لان احنا بكتبت الجزء ده احنا كده خلاص، وبعد كده اخد اسئلتكم كلها مره واحده. عارفين انا كتبت ايه؟ ما هو انا شلت البي وحطيت مكانها الكوريكشن تيرم بتاعها او التعديل بتاعها اهو، هو ده هو ده، ما عملتش حاجه اكتر من كده. هنعمل ايه بعد كده؟ مفيش اي حاجه خالص. انت هتدخل الفي، المره اللي فاتت دخلنا البي جوه، هنا هتدخل الفي جوه. يبقى هنقول ايه؟ بلس هنعمل ايه بعد كده؟ مين جدع يقول لي؟
هنقسم المعادله كلها على ايه؟ علشان نجيب مين؟ علشان نجيب مين؟ نشيل ال الزد عشان نجيب الزد برضه تشيل ال ان برضه تشيل ايه؟ طيب عشان احسب الزد يا باشمهندس واشوف هي اكبر ولا اقل من واحد، من واحد هتطلع اقل طبعا، عايزين نشوف اقل بقد ايه. يبقى البي في الفي على ان ار تي بلس، هنا هتبقى ايه؟ اي ان في على ار على ار تر بي صح كده؟ ما هو ما هو ان من هنا يا باشمهندس هو كنسلت مع ان من هنا والفي نزلت مع الار تي مش كده؟ قول لي رايكم صح ولا غلط؟ اه تمام كده صح. طيب ده بيفكرنا بايه؟ نحط الزد ونودي. ايوه ايوه برافو. يبقى الزد بتساوي واحد ناقص الدنيا دي كلها بقى، يبقى ده مقدار الايه؟ اللي هتقل بيه في ار تي. يبقى الزد في النهايه طلعت ايه؟ اقل من 1 عند ايه؟ عند اللو تمبريتشر. وبقى شوف اللي انا الحاجات اللي ببروز عليها دي لازم اعرف عشان اقول لك البروف. انا مش هقول لك بروف اه بس هسالك فيه. فممكن واحنا بنذاكر نعرفها على طول او نحفظها على طول زي قانون الدينستي. فاكرين انت مش لسه هتعمله؟ لا ده اقول لك بي ام على ار تي على طول، انت مش لسه هتستنتجه. هنا برضو انت فاهمه اه بس انت بتبقى عارفه او بتحفظه عشان لما بتجيلك بتسلكت على طول، ما تضيعش وقت في انك تقعد تكتب البروف تاني. معلش حاجه يا دكتور عشان كنتش موجود في الحته الاخيره، هي البي داش دي بتساوي ايه؟ معلش الايه في في ده ده الكوركشن تيرم. الكوركشن تيرم او او الـ 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 الفرق او الفقد، مقدار الفقد بين التو كونتينر. يعني انا قلت بالارقام، معرفش انت كنت سامع ولا لا. انا لما يكون هنا ده 10 وده 6 يبقى مقدار الفقد قد ايه؟ 4. ده الاربعه دول ايه؟ بريشر برضو صح. يعني ايه هنقول عليه؟ بي داش. تمام بريشر. طب البي داش دي بتساوي ايه؟ قلنا هنعرفها على طول لان ليها اثبات مش علينا. ايه هي؟ اي ان سكوير على في سكوير. الان طبعا ده النمبر اوف مول وعارفينه، والفي ده الفوليوم. كده كده البارامترز دي ما فيهاش حاجه، انما الاي دي كانت اللي كانت غريبه علينا ففسرتها. قلت لهم ايه ده كونستانت فوليوم عادي ولا كونستانت؟ لا الفوليوم عادي ما فيهاش حاجه، والنمبر اوف مول نمبر اوف مول عادي، مفيش عندنا فوليوم كده وفوليوم كده. طب الاي دي عباره عن ايه؟ ان سابق. كل غاز ايوه بس ثابت ليه؟ مش لكل الغازات، مش زي الار. الار هي الحاجه الوحيده اللي ثابته بتستخدمها في اي غاز، انما الاي والبي بتعتمد على الغاز نفسه. يبقى كل غاز ليه الاي والبي بتاعته. الاي نتيجه الاتراكشن فورس والبي نتيجه الاكسكلودد فوليوم. فهمنا؟ طيب الف شكر يا دكتور. العفو عليك. يبقى فاندر فالز عمل ايه؟ اسمك يا دكتور، هي الـ A دي كونستانت لأي غاز؟ أيوه للغاز الواحد، مش لا مش بص عشان ما تفهمش غلط. يعني مثلا هي كونستانت للهيدروجين وكده؟ أيوه هي. أنا هسألك أهو، هو الأتراكشن، هو الغازات شبه بعض، هو ليه هي كونستانت بالنسبة لكل غاز؟ ليه؟ علشان الأوزان بتاعت الغاز نفسها مختلفة. ليه؟ أنا دلوقتي لو أنا دلوقتي عندي تو موليكولز حجمهم صغير وتو موليكولز تانيين حجمهم أكبر، مين هيبقى اسرع في الاتراكشن؟ اللي حجمهم كبير ولا اللي حجمهم صغير؟ كبير. بالظبط. ليه؟ لان كل ما الحجم كبر كل ما الموليكول سهله تقرب من بعض. يبقى هنا الاي صغيره، هنا الاي كبيره، يبقى ازاي الغازات ليها ايه واحده؟ لا ما ينفعش، كل غاز ليه ايه خاصه بيه، بتعتمد على هو بيأتراكت بسهوله ولا بيأتراكت بصعوبه. بس هي دي كل الفكره. يبقى داخل فيها، عشان كده انا مش يعني انا مش عايز اتكلم في الاي كتير قوي عشان هي هندخل في الفيزيكس. يبقى الاي دي هي عباره عن ايه؟ ان كل اللي علينا نعرف ان كل غاز ليه اتراكشن فورسز خاصه بيه. فكل غاز ليه ايه خاصه بيه. كل ما الاي زادت كل ما ده كان بيعبر عن ان الماده تحولت لريل اسرع. كل ما الاي قلت كل ما الايه؟ مقدار الاتراكشن ضعيف. يبقى الماده بتتحول لريل اصعب. تمام خلاص شكرا. تمام
طب هو الايه بتتغير بتغيير الظروف اللي موضوع فيها الغاز برضو ولا تغيير الغاز فقط يعني؟ لا بتغيير الغاز بس خلاص. انا دلوقتي ما هو طالما في ايه يبقى في كونديشن بتاعه الريل جاز خلاص الكونديشن موجود بس. فبتبتدي كل غاز بتثبت بقى الظروف كلها وبتشوف كل غاز لو هيعمل اتراكشن بيعمل اتراكشن بمقدار قد ايه خلاص. فعندي جدول كده كبير في كل قيم خلاص استنتجوا بقى القيم دي كلها فلازم يسجلوها في جدول ان كل غاز قدامه الاي بتاعته والبي بتاعته معروفه. يعني بدايه الاتراكشن لما بتحصل لكل غاز مقدارها قد ايه ده متسجل في الجداول. ودي طبعا بتبقى جيفن يعني ما هنشوف دلوقتي بتبقى ازاي موجوده في المساله. تمام شكرا. طيب يبقى فاندر فالز عمل ايه؟ فاندر فالز عمل ايه؟ وهو ده العالم الوحيد اللي فين لازم اقسم الدنيا كده. عمل فاندر فالز ايكويشن معادله فاندر فالز. يبقى فاندر فالز لما قال الفوليوم كوركشن الفي اي ايكوال في ار ماينس ان بي والبريشر كوركشن البي اي ايكوال البي ار بلس اي ان سكوير على الفي سكوير. طب بما ان انا الاثنين بيحصلوا عندي مع بعض الهاي بريشر واللو تمبريتشر يبقى لازم اتعامل معاهم كمعادلات منفصله ولا اجمعهم في معادله واحده؟ لازم اجمعهم في معادله واحده. مش انت عندك البي في الفي ايكوال ان ار تي ده الايديال؟ يبقى فين المعادله اللي بتحكم الريل جاز؟ فين المعادله؟ مجموعه احط ان انا اعوض بيهم هما الاثنين مره واحده صح ولا غلط؟ يعني احنا عوضنا بيهم كل واحده على حده في المعادله عشان اجيب الزد اكبر واقل بس التاثيرين موجودين عندي. فايه اللي هيحصل؟ يبقى هنا هنعوض هنا البي اي هنا والفي اي هنعوض هنا البي ونعوض الفي هنا. يبقى ايه اللي هيحصل؟ البي ار بلس اي ان سكوير على الفي سكوير في ماينس ان بي لان شلت الفي حطيت مكانها التعديل وشلت البي حطيت مكانها التعديل بتساوي ان ار تي زي ما هي. وبروز المعادله دي معادله الريل جاز اللي بتحكم سلوك الريل جاز. معادله مهمه جدا جدا جدا. اكتب كده اسمها ريل جاز ايكويشن اسمها فاندر فالز اسمها على اسم العالم طبعا ايكويشن خلاص. وبيكون فيها الاي والبي طبعا كونستانت بالنسبه للغاز ما بيتحفظوش انا بديهم لك في المساله كونستانت بالنسبه للغاز وجيفن. تكتب كده ان هما ما بيتحفظوش يعني لازم اديهم لك في المساله. الاقي بقى واحد يعني المعادله كبيره عليه مثلا وبيقول لي يعني او جه يكتب المعادله بدل البوزيتيف هنا كتبها ماينس وبدل الماينس كتبها بوزيتيف. طب نعمل ايه بقى في الحاله دي؟ لا مش عايزين. بدل السكوير هنا عمل السكوير على الايه على الكونستانت. لا مفيش كونستانت اعمل له سكوير. لا مش موجود عندنا هنا خلاص. يبقى السكوير على النمبر اوف مولز والفوليوم بس مش على الكونستانت. الكونستانت زي ما بتقولك زي ما انت بتستخدمه. يبقى انا بقول لك على التريكس اللي الناس بتقع فيها عشان انت ما تقعش فيها. يبقى انا امتى هقول لك طبق المعادله دي؟ لو انا هقول لك صريحه كده يوز الريل جاز ايكويشن او فاندر فالز ايكويشن. طب عايز اعرفها اكتر لو اديتك الاي والبي في المساله بس. يعني انت عمرك ما هتستخدم القانون ده غير الاي والبي يكونوا معاك. اتفقنا؟ يبقى انت لو لقيت الاي والبي في المساله جيفن يبقى لازم تعرف انك لازم تستخدم القانون ده ضمنيا. هو الامتحان بيبقى معاه لا مفيش فورمولا شيت. مفيش الكلام ده. انا عارف انت هتقول ايه. مفيش فورمولا شيت. طيب لان المساله هي اصلا يعني حلها في القانون. يعني هو يا جماعه احنا يعني انا مش هديك الفورمولا شيت والعب في القوانين. يعني المساله تعويض مباشر. فلما اديك الفورمولا شيت فين الامتحان في كده؟ يعني لما نشوف التوتوريال بتاع الريل جاز المسائل في الريل جاز تعويض مباشر. يعني لان هو ده القانون. هو ده القانون. لازم اديك كل حاجه وفي حاجه واحده بس هي اللي ناقصه. فازاي بقى؟ فلازم تتمرن على الكلام ده وايه وتذاكر كويس. انا مش هخش في حاجه تاني. هكتفي بال يعني في يعني معلومات جديده وكتيره دخلت دماغكم النهارده.
مش هكتفي يعني هكتفي بال بهذا القدر، وعشان بس يعني تعرف تذاكر، وان شاء الله في المحاضرة المرة الجاية نكمل ان شاء الله. احنا التوتوريال ان شاء الله المرة الجاية الاسبوع ده هيبقى ايدل جاز الحد والاثنين، يوم الحد والاثنين اللي بعدهم هنحل على الريل جاز. فعايز الناس تكون مذاكرة كويس علشان يبقى التوتوريال سهل، يبقى احنا بنذاكر مع بعض، يبقى انت جاي بتحل معايا ومعاك الكالكوليتر وبتحسب معايا عشان تعرف ازاي تحسب، لان بلاقي ان ناس ما بيعرفوش يحسبوا. يعني في ناس لحد دلوقتي والله ما بيعرفوش حاجات كتيره، يعني حاجات في الايكويشن دي ما بيعرفوش يتخلصوا من حاجات ويودوا حاجات، او اعملها شيفت سولف واخلص لو انت عايز، بس المهم تبقى عارف تتصرف ازاي. خلاص لازم كالكوليتر معاك وبتحل معايا ورقه وقلم، في شغل في التوتوريال، في شغل. خلاص حد عايز يسال في حاجه تاني؟ دكتور ها هو احنا في مسائل تانية نحلها غير الشكل اللي حضرتك منزله؟ انا في التوتوريال في مسائل هدخلها بينهم، يعني في ام سي كيو كتير هنحله، يعني ما حدش يا جماعه يعني لا ده مش ده التوتوريال، اكيد في حاجات كتير هنقولها. يعني انا في حاجات ام سي كيو لازم نتمرن عليها، هتلاقوني بدخلها في نص التوتوريال مش موجوده في الشيت، فهي دي القصه.